إذن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع معنا السيد حسين الزبيدي الناشط في إغاثة النازحين من ديالى مباشرة عبر الهاتف. سيد حسين مرحبا بك. يعني بداية، كيف تجد أحوال النازحين في مخيم سعد التابع لمحافظة ديالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اعتقد يعني المفروض المطر نعمه كبيره العراقيين ينتظروها في فارغ الصبر، ولكن مع الاسف هذه النعمه الكبيره يعني اصبحت ضباب ومأساة بالنسبه لنا على النازحين. يعني ليس فقط مخيم سعد الذي تتكلم عنه وتسال عنه، يعني مخيمات الخانقين يوم امس ومخيمات كلر غرقت، مخيمات بغداد في ابو غريب والعامريه غرقت، ومع الاسف الحكومه لم تحشد طاقاتها وامكاناتها من اجل انتشال هؤلاء النازحين، نقلهم من المخيمات الى اماكن قريبه، نقلهم الى المساجد. بل بالعكس، بعض الاجهزه الامنيه في بعض المناطق القريبه من هذه المخيمات منعت نقل هؤلاء النازحين الى المساجد بدون اي مبرر. والعوائل القريبه في بغداد مثلا قامت في ايواء هؤلاء النازحين، مشاكل كبيره. يعني هو البيوت العاديه المفروض هي غارقه في بغداد وفي ديالى ومناطق متعدده من العراق. طيب يعني مجلس محافظه ديالى، سيد حسين، مجلس محافظه ديالى يعني هل اتخذ اجراءات بخصوص يعني وضع اجراءات عاجله لايواء هؤلاء النازحين في اماكن معينه؟ والله كثيرين، انا اقول لك يعني انا اتصال باهل ديالى حاليا. المناطق البيوت اللي هي المفروض مزوده، المناطق المجاريه تعاني من الفيضانات وتعاني من دخول الماء الى البيوت. طيب كيف سيكون المخيمات؟ ومجلس محافظه لم يتحرك الى هذه الدور اللي هي احياء سكنيه وبها مجاري والمفروض مخدومه. طيب كيف النازحين؟ النازحين اخر من يفكر به هؤلاء المسؤولين، مسؤولين مشغولين بحمايه انفسهم وتوفير خدمات لانفسهم ولدورهم، ولا يفكرون بهذا المواطن النازح الا قبل الانتخابات بايام او باشهر. نعم، هل هناك توجه من قبل الجمعيات الناشطه بمجال حقوق الانسان، بمجال مساعده النازحين حاليا؟ هل هناك نشاط عاجل لهؤلاء الذين نزحوا من مخيم سعد؟ يعني يوم امس كنت على اتصال ببعض المنظمات. نعم. ولاحظت ان بعض المنظمات يعني مثل مذهوله وعاجله ان تجد حل، يعني قضيه كبيره وتحتاج الى امكانيات دوله. هذه المنظمات لم تضع مشاريع ومن برامجها لتشال النازحين مما هو فيه. يعني نحتاج الى سيارات حيويه كبيره، معطورات تسحب المياه من مخيمات النازحين، او عربات وسيارات تنقل هؤلاء النازحين الى اماكن قد تكون مهيئه مسبقا. حاليا هنالك بعض المنظمات تتحرك مثل الامم المتحده، ولكن بتحرك ضعيف وقد لا يغني شيئا. الحكومه تحتاج الى ان تجمع كل طاقاتها وكل امكانياتها من اجل ان تنقذ النازحين في المخيمات. بسؤال اخير، يعني تتوقع ان تستجيب او يستجيب مجلس محافظه ديالى لهذه المناشدات بتوفير الاليات المعينه لانقاذ هؤلاء النازحين مما هم فيه من وضع حاليا، ام ان الارضيه في مجلس محافظه ديالى غير مهيئه حاليا برايك؟ انا اعتقد المجلس محافظه ديالى وبكل صراحه عاجز على ان يقدم شيء للنازحين، لانه لا يستطيع ان يقدم شيء لديالى اصلا رغم ما تعرض لهم من مذابح يوميه. الخيم كلها غارقه والاطفال اصابهم المرض، وحاليا الامراض منتشره جدا في المخيمات بسبب الامطار والبرد. واعتقد المجلس عاجز ان يقدم شيء لهؤلاء الاطفال ولهذه العوائل النازحه. إذا السيد حسين الزيدي الناشط في مجال إغاثة النازحين في محافظة ديالى كنت معنا عبر الهاتف مباشرة، شكرا جزيلا لك.